طالما انت في قلبك فيه تواضع وفيه حب الناس وفي الرياضة للرياضة، فهذا اللاعب انا بشوف ان هو كمان في حتة التدين، بيتقن عمله. يعني احيانا بيبقى مجهد ومع ذلك تلاقيه بيضغط هنا وبيضغط صحيح. هنا. صحيح. وبعدين الاجوال اللي بيجيبها اجوال حلوه قوي، يعني ما بيطلع بدماغه، وبعدين تبص تلاقيه رجليه بتلف عكس بعض وعلشان يعمل يشوط بجذعه. الحاجات دي كلها ما بيفهمهاش الا اذا كان في مدرب عارف. طب ممكن جدا نلعبها عادي، ولكن الشوطه اللمسه الجول بتاع بيراميدز اللي ما بيحطها بوش الجزمه واللي عملها قبل كده في بيرم وبعدين في العين وتحركاته جوه في العين بيحطها يا كابتن زي انت عارف طبعا الكلام ده. هو ماشي بس بيروح عاملها بوش الجزمه كده فده طبعا فكر الى جانب طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى.